نستقبل معانا عبر التليفون دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية. برحب بيك يا دكتور معانا. اهلا بيك يا فندم. عايزين نعرف من حضرتك تقييمك لإجراءات الحكومة في ظل ان هي النهارده قدمت تقرير عن ما قامت به خاصة في ملف مواجهة فيروس كورونا على مدار السنين اللي فاتت منذ بداية الجائحة. تقييم حضرتك ايه؟ والله يا فندم انا شايف ان وانا كنت مشارك في هذا الحمد لله، وطبعا تحت قياده سياده الرئيس ودوله رئيس مجلس الوزراء، الحكومه المصريه تعاملت مع ازمه كورونا تعامل احترافي رائع ومؤثر، وكانت نتائجه نتائج طيبه، ولحد الان هناك سيطره كامله على المرض ولم يحدث في اي فتره من الفترات يعني كل الإجراءات التي اتخذت منذ ما قبل حدوث أي حالات إيجابية في مصر، وعلى مدار السنتين اللي فاتوا دول وأكثر كان هناك أداء متميز شاركت فيه الدولة كلها وساهمت فيه، بحيث الحمد لله الوضع الاقتصادي. والسيد الرئيس النهاردة أعلن هذا، إن إحنا عجلة الإنتاج لم تتوقف مزبوط. في أي لحظة خلال السنتين دول الدنيا كانت ماشيه، والقطاع الصحي على المستوى المؤسسي ومستوى التجهيزات والادويه والمستلزمات والاداء البشري الرائع خلال السنتين دول، الحقيقه هي تجربه مصريه فريده تستحق التقدير والاحترام والمتابعه. عايز اسال حضرتك يا دكتور عن اعلان النهارده وزاره الصحه ان 85% هو اعلى معدل للشفاء من كورونا. عايزين نعرف من حضرتك النسبه دي هل هي نسبه جيده في ظل يعني وجود فيروس كورونا حاليا في مصر ومع وجود المتحور الجديد اوميكرون؟ هو شكل الحمد لله يعني حالات الاصابه بفيروس كورونا، وده كرم كبير قوي من ربنا. ال 85% من الحالات بتبقى بسيطة أو بسيطة إلى متوسطة، ومعظم هذه الحالات بتعالج في المنازل وبإشراف طبي من أطباء مصر، سواء على مستوى الحكومة أو مستوى الجامعات أو مستوى القطاع الخاص. و 15% بيحتاجوا دخول مستشفيات، ونسبة منهم بتحتاج رعاية مركزة، ونسبة حوالي 5% ل 7% قد تحتاج أجهزة التنفس الصناعي. والحمد لله على مدار السنتين كان هناك استيعاب كامل لهذه الحالات على كل المستويات، وده خلى النتائج الحمد لله نتائج طيبة. طبعا احنا كنا نتمنى ان ما يكونش في وفيات او حالات شديدة، لكن هذه النسب على المستوى العالمي والمستوى المحلي تعتبر نسب كويسة. يعني نقدر نقول يا دكتور حاليا وضع مصر الوبائي يعني مطمئن؟ حضرتك احنا عندنا انتشار لفيروس كورونا زي العالم كله، وعشان كده الارقام اللي بتعلن من وزاره الصحه زي ما حضرتك طبعا بتابعيها ارقام زياده شويه عن الفترات اللي فاتت، لان متحول كورونا متحول اوميكرون الجديد هو نسبه الـ يعني قدرته على انتقال او الانتشار اعلى من المتحولات السابقه او اعلى من الفيروس الاصلي. لان صحتك لو انت قارنتي مثلا الفيروس الحالي اللي هو المتحول الحالي، المريض ممكن يصيب من 14 ل 17 حاله. مظبوط. فطبعا عدوى كثيره وعدوى عائليه، لكن يعني الحمد لله الغالبيه العظمى في ويمكن ده الوضع الوقائي اللي بيحصل في مصر، بالاضافه الى التطعيمات او اللقاحات اللي هي تمت بطريقه جيده حتى الان، كل دي ساهمت كثيرا في الحد من صعوبة المرض أو خطورته أو الحالات الشديدة. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، على كل المعلومات. فبالتالي فيروس كورونا لسه منتشر، ولكن الأعراض بقت أقل حدة، وده وفقا لما تم يعني ذكره حاليا.